مشاهدينا ومتابعينا الكرام متواصلين مع تواصل أشواطنا أيها الإخوة الأفاضل. هذا هو شوطنا التاسع ضمن انطلاقات هذه الأشواط العامة، وهذا الشوط مخصص للجذاع البكار، ونتواصل مع مسافة الأربعة كيلومترات ونتعرف على من تحتل المركز الأول وتتقدم مع مقدمة هذا الشوط. المركز الأول والمقدمة، المقدمة مع منحاف لصالح بن راشد بن صالح أبا الزمات المري، من يحتل المركز الأول والمقدمة، تليها على المركز الثاني. المركز الثاني ومن تتواجد هنا على المركز الثاني الشاهينية لسالم بن حمد آل سعد النابت المري المركز الثالث. الدور والنقلة عند المركز الثالث، تصل وتتسلل على المركز الثالث مزنة، تعود ملكيتها للشريجي بن محمد بن معدن الكتبي. وعلى المركز الرابع، رابعا ومن تحتل المركز الرابع، من تتسلل على المركز الرابع هملولة تعود ملكيتها لمحمد بن حسين بن جرحب المري. أما المركز الخامس ومن تحتل المركز الخامس، التواجد هنا على المركز الخامس في هذه اللحظات من قبل الفائزة، تعود ملكيتها لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، إلى الشاهينية. الشاهينية مع المركز الأول، الشاهينية تعود ملكيتها لسالم بن حمد آل سعد النابت المري مع المقدمة والصدارة والقيادة. يا سلام، يلا يا بن سعد، يلا الناموس قدامك والجماعة خلفك. بينما هنا على المركز الثاني، من تحتل المركز الثاني القدوم والوصول من شعار الشريجي بن محمد بن معدن الكتبي على المركز الثاني على ظهر مزنة. مزنة مزنة من تصل وتحتل المركز الثاني. المركز الثالث القدوم والوصول هنا من هملولة لمحمد بن حسين بن جرحب المري على المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، المركز الرابع تصل الفائزة وتحتل المركز الرابع، تعود ملكيتها لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري القادمة على المركز الخامس. هذه الظبي إذا ما خانتني الذاكرة، نعم هذه الظبي مشاهدينا ومتابعينا الكرام، الظبي وليس مدونة عندنا ولكن أعرفها من العام الماضي. هذه الظبي لمسفر بن سفران المري حسب معلوماتنا وحسب ذاكرتنا، نعم في تواريخ المشاركات في العام الماضي، نعم هذه الظبي لمسفر بن سفران المري. على كل حال نعود وإياكم إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة. هذه الشاهينية سالم بن حمد بن سعد آل سعد النابت المري مع المركز الأول، ولكن الشريجي أراه يغير، أراه يتسلل مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع مزنة الشريجي بن محمد بن معدن الكتبي، من يغير مجريات هذا الشوط. وبن جرحب من الجانب الأيمن، يا سلام، كيلو ومئتين متر، كيلو ومئتين متر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مشاهدينا ومتابعينا الافاضل، كيلومتر اخير على خط النهايه، نعم ناصل لائحه الكيلومتر الاخير. والقياده، القياده مع شعار بن معدن هنا مع المركز الاول، مع شعار الشريجي هنا مع مزنه. يا سلام، بن جرحب يتواجد على المركز الثاني وشعار بن سفران قادم. الله، هذا هو شعار العكله هنا مع مسفر بن سفران المري على ظهر الظبي، ولكن هنا التغيير وهنا الدخول من شعار بن عقيل. يا سلام، الله، هذه الفائزة مع سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري. يا سلام، الله الله الله، هذه الفائزة، الفائزة مع المركز الأول سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري، رغم المحاولة من الظبي، الظبي من الجانب الأيمن لمسفر بن سفران المري. الله، هذه بنت الظبي، نعم هذه بنت الظبي مشاهدينا الكرام. يا سلام، انطلقت مشاهدينا الكرام بدون اي تعليمات، تنفرد وتتسلل مشاهدينا ومتابعينا الكرام. باي باي لجميع المشاركين، ولكن مزنة، الله،
يا مزنة مزنة مع شريجي مع شريجي، هذه مزنة 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 مزنة، أمطرت مزون الخيل هنا على أرضية هذا الميدان ومع شعار شريجي. يا سلام يا سلام، هذه مزنة، تهانينا والناموس من هذا المكان لمالك مزنة شريجي بن محمد بن معدن. الكتبي على فوزه بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت بنت الضبي مسفر بن سفران المري. المركز الثالث الفائزة لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري. المركز الرابع وصلت على المركز الرابع هملولة لمحمد بن حسين بن جرحب المري. المركز الخامس وصلت على المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام ظن لحمد بن سهيل بن عبد الهادي الحفار البري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لنتائج هذا الشوط، ونعود وإياكم إلى التوقيت الزمني بعد أن نهني مالك مزنة من فازت معنا بهذا الشوط المملوكة للشريجي. المملوكة للشريجي بن محمد بن معدن الكتبي. هذه لحظة وصولها إلى خط النهاية، قاطعة المسافة. ست دقائق 14 ثانية 19 جزءا من الثانية. هذا هو توقيت مزنة، تهانينا والناموس للشريجي بن محمد بن معدن الكتبي على هذا الناموس. المركز الثاني وصلت فيه بنت الضبي ست دقائق 15 ثانية 47 جزءا من الثانية. الثانية موصولة لمسفر بن سفران المري. أما المركز الثالث فوصلت على المركز الثالث الفائزة، قطعت المسافة في زمن وغدرة 6 دقائق 16 ثانية 5 أجزاء من الثانية. الثانية موصولة لمالك الفائزة سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المري.